السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا فيديو جديد، تحديث جديد لأداة روم اف دبليو. يا ريت من البداية إذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. القناة مختصة بالبرامج المجانية وشرح الأجهزة، في قائمة تشغيل فيها تخطي جوجل لآي كلاود لشرح البرامج ومعظم الأجهزة اللي بتجينا على المحل بنشتغلها وبننزلها على فيديو مباشر. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. راح اترك لك رابط الأداة التحديث الجديد في الوصف. تدخل على المدونة وتنزل آخر شيء بالأسفل بتلاقي الرابط موجود هون، تضغط عليه وبيحولك وبتحمل الرابط. لما تحمل الرابط بيطلع عندك بالشكل هذا، بتفك الضغط تبعه، تكليك يمين واكستراكت. مجرد ما فكيته بفتح معك ملف بالشكل هذا. ناخذ الاختصار هذا وبنعمله على الديسكتوب شوركت وبنفتح الاختصار. ما في داعي تعمل ولا اي شيء، حتى كلمة السر والباسورد راح يكون محطوط بالشكل هذا. بتحب تسجل دخول بكلمة السر تاعتك ما في مشكلة، بس هاي كلمة سر مجرد ما تنزل الاداة راح تكون موجودة مباشرة. تضغط لوج ان زي ما انتم شايفين 30.923 فتحت الاداة بالشكل هذا. هاي هي الابديت اللي موجود على الاداة. وفي عندنا هون لو مهتمين في الايفون صار في عندنا اوبن رام ديسك نيو وفي اول. لو اجينا فتحنا النيو، هاي النيو بالشكل هذا، هاي اللي كنا نشتغل عليها بالاي كلاود كنا نفك عليها. وهاي الاداة برضو القديمة وهي الاولد برضو موجودة، يعني الجهتين موجودين. في ناس متعودين يشتغلوا على هاي الأداة وفي ناس على الأداة هاي، فالأدتين موجودات. زائد الإضافات للسامسونج والأم تي بي اللي هي 2023 اللي هي الدايركت أم تي بي عشان تخطي حساب جوجل لأجهزة سامسونج 2023. يا ريت لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. نراكم على خير إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.